أول خطوة في طباعة المصحف هي الكتابة اليدوية. بعدها يتم تحويل المخطوطة اليدوية إلى مخطوطة رقمية أو ما يسمى بالنسخة الديجيتال. المخطوطة الرقمية توضع على صفائح معدنية بمعدل 8 صفحات في الصفيحة الواحدة. الحين يبدأ إيش دخول الورق في العملية. 950 كيلو وزنه مع الأخ سمير خبير الرولات. هنا هنا أيوة أنت شدي. طيب حاضر خشنا يدي تمام إن شاء الله. كيف بس أنا نسيب الأخ سمير يسوي شغله. هذا هو الورق حق المصحف. طبعا هذا ورق خاص بمعايير خاصة ولو بصمة، يعني زي تعرفوا العملات عشان موضوع الأمان وما يكون فيه أي نوع من أنواع التزوير ولا شيء. ورق خاص له بصمة. تمام أيوه. ضغطة أول شيء الضغط بينزل ده ولا خربنا الجهاز. قلت لك أنا مالي ومال له. خربنا أي لا هذا كويس ممتاز. يلا تمام الحين حيروح الورق الرول ده حيروح على بداية خط الإنتاج اللي هو هناك ده. من الصفائح المعدنية يتم الطباعة على الأوراق اللي جات من الرولات الكبيرة في بداية خط الإنتاج. هنا الرول يتم تقطيعه من 4 إلى 2 إلى 1. لسه ما صار الصف 1 تحت. المنتج النهائي لهذه المرحلة الملزمة. البكرة اللي شفناها تطلع 28 ألف ملزمة، 900 ألف صفحة من صفحات القرآن تذهب إلى هذا فريق المراقبة الأولية، بيأخذ عينات عشوائية من خط الإنتاج. تخيلوا كل كم، كل دقيقتين بسوي عملية تدكيس علشان الختم يتأكدوا أنه بيسوي الموضوع ده. مراقبة عامة وأولية لأوراق المصحف. الباكت الواحد فيه 700 ملزمة. الآن نيجي لمرحلة تجميع الملازم وتخييطها يصبح مصحف. هذا الحين مصحف كامل. يجي عند المراقب أو المدقق ويقوم بعملية الختم. هتلاحظوا المصاحف كلها فيها ختم من وراء، خاء وبعدين رقم. فمثلا هنا خاء والرقم. الرقم ده هو رقم تعال رقم رجلة. حافظ رقمك؟ نعم. كم رقمك؟ 224. عشان لا سمح الله إذا في خلل يعرفوا مين المراقب على هذا المصحف. المصاحف دي تروح للطبلية. الطبلية فيها 1100 مصحف تقريبا. الآن تم تركيب ما يسمى بالقميص، الفتحة الأولى والأخيرة في المصحف والغرف. وآخر مرحلة في الإنتاج مرحلة التغليف. وهنا آخر خط الإنتاج، مصحف مكتمل. الطبالي فيها 1435 مصحف. هل خلصنا؟ لا، لسه هذا كله لازم يروح لمراقبة تأكيد الجودة. 380 موظف، شوفوا كيف كلهم جالسين، كل واحد قاعد يراجع عدد. وهؤلاء أيضا لما نخلص هتلاحظوا في الختم مجمع الملك فهد لطباعة المصحف تأكيد الجودة. فحتى على مراقبة تأكيد الجودة في مراقبة. طبعا المجمع بيطبع ترجمة القرآن ب 76 لغة. كل سنة تقريبا 20 مليون مصحف ومنتج بيخرج من المجمع. طبعا الزوار كثير، أكثر من 2000 واحد بيزوروا المجمع ده كل يوم. وهم خارجين كل زائر يحصل على مصحف مجاني يقدم له من المجمع. فأيضا هذه خدمة جميلة يختم بها زيارته. شكرا دكتور. السلام عليكم. عليكم السلام.